السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من المساء اليمني. اليمنيون المتجهون إلى أمريكا ضحايا سياسة ترامب الجديدة والتي اقتضت حظر دخول اليمنيين وست جنسيات أخرى إلى الولايات المتحدة. الأمريكيون من أصول يمنية أيضا يعانون بؤس الشتات، وخصوصا المشمولين بالقرارات الجديدة، وباتوا في مطارات العالم في الانتظار بغية الالتحاق بعوائلهم. اليمني في الخارج هو الناجي من الحرب في الداخل اليمني، ويبدو أن المكابدات الأخيرة منحته نصيبه من العناء اليمني الممتد منذ الانقلاب والاجتياح. مواطنون تم إعادتهم من المطارات إلى أثيوبيا وإلى جيبوتي، آخرون تضررت حياتهم وأعمالهم وتقطعت بهم سبل يوميات الانتظار. تراجع فضاء الحرية في أمريكا بعد قرارات ترامب خلقت حراكا مدنيا داخل المجتمع الأمريكي ذاته، من الجاليات ومن الأمريكيين أيضا، كانت في مجملها احتجاجات ديمقراطية مساندة لحقوق الإنسان. الجالية اليمنية في أمريكا أيضا كانت في قلب الحدث، وشهدت تحركا واسعا حظي باهتمام الرأي العام الأمريكي، وأوصل رسالة مهمة مفادها نحن هنا. فكيف تأثر اليمنيون من قرار ترامب بمنعهم من دخول أمريكا؟ وماذا عن تداعيات القرار والأضرار التي تم إلحاقها باليمنيين واحتجاج الجاليات وإسناد المجتمع الأمريكي لحقوق الإنسان؟ حول معاناة اليمنيين المسافرين إلى أمريكا من قرارات ترامب ستكون حلقتنا لهذا المساء، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. بين عالقين في المطارات ومحتجين في الشوارع، يعيش اليمنيون المسافرون لأمريكا وأهليهم هذه الثنائية كأحدى منجزات ترامب في أيام حكمه الأولى. معاناة تزيد من أوجاع اليمنيين وتضيق المنافذ أمامهم، خصوصا أولئك العالقين في المطارات أو الذين أعيدوا إلى كل من أديس أبابا وجيبوتي، وهم يعيشون يوميات الانتظار بغية الالتئام بعوائلهم وأسرهم مجددا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أصدر أواخر يناير الماضي حزمة قرارات وصفت بأنها مجحفة، من بينها قرار يمنع مؤقتا دخول الأراضي الأمريكية للزائرين من كل من اليمن وليبيا والعراق وإيران وسوريا والصومال والسودان، بالإضافة إلى تعليق قبول اللاجئين في الولايات المتحدة لأربعة أشهر. تأثير هذا القرار طال حاملي الجرين كارد وتأشيرات الدخول، غير أن الأمر واجه طعونا في محاكم أمريكية وأثار غضب الأمريكيين أنفسهم. مئات المحلات التابعة لأمريكيين من أصول يمنية أغلقت أبوابها لعدة ساعات، وانخرط أصحابها في صفوف المتظاهرين احتجاجا على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تحمل هذه الصورة تعليقا لعمدة نيويورك عقب إغلاق اليمنيين محلاتهم في المدينة احتجاجا على قرار ترامب. تقول هذه الصورة: أصحاب المحلات في مدينة نيويورك هم جزء من قلب وروح مجتمعاتنا، وأقف تضامنا مع قرارهم الشجاع لمعارضة القرار. محكمة ميتشيغان بدورها أصدرت قرارا يقضي بمنع السلطات الأمريكية من تنفيذ قرار ترامب، خصوصا ما يتعلق بالجرين كارد والفيزا وإلغاء الحظر لتسعين يوما. تحركات وأحكام قضائية واحتجاجات تصدرها اليمنيون، جميعها دفعت الخارجية الأمريكية إلى التراجع عن قرار حظر السفر المؤقت لحاملي التأشيرات. الخارجية اليمنية من جهتها كانت قد أعربت عن استيائها من قرار حظر السفر إلى الولايات المتحدة، لافتة إلى أن اليمن لا يزال يخوض حربه ضد الإرهاب، وأن اليمن وأمريكا يمتلكان ملفا مشتركا في مكافحة الإرهاب. الكثيرون تأثروا بالقرارات المتعجلة للرئيس الأمريكي الجديد قبل أن يتم سحبها، فهل تسقط دولة المؤسسات الأولى وبلد الحرية والديمقراطية أمام أول اختبار، أم أن الأمور قابلة للتحولات وما هي إلا سحابة نسق عابرة؟ حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونبدأ هذه الحلقة مع ضيفي عبر السكايب من نيويورك الأستاذ زيد ناجي، المدير التنفيذي للتكتل اليمني الأمريكي. مساء الخير أستاذ زيد. مساء الخير أستاذ بشير، وأسعد الله مساءكم أحبتي في كل مكان، وشكرا على الاستضافة من خلال هذه القناة الحرة العملاقة التي وجدت لخدمة الإنسان اليمني في كل مكان. أهلا ومرحبا بك أستاذ زيد. في البداية لو وضعتنا بصورة المعاناة
والأضرار التي لحقت باليمنيين بعد قرار ترامب بمنع دخول اليمنيين وأيضا 6 جنسيات أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أخي الفاضل، بعد أن انقلب الإنقلابيون على الدولة في اليمن وأتت الحرب إلى كل مدينة وكل تقريبا لكل دار في الجمهورية اليمنية، اضطر اليمنيون من أصول أمريكية من حاملين الجنسية أن يبحثوا عن ملجأ لأبنائهم وأمهاتهم وأخوانهم. فكان قرارهم الأول بعد أن تم أن نقلت السفارة أو تم إخراجها كما أخرج كل الوطن باللجوء إلى دويلات أخرى أو إلى دول أخرى في الجوار، منها جيبوتي وماليزيا والأردن وكل الدول الصديقة التي سمحت المواطنين اليمنيين هناك. المواطن اليمني في أمريكا أو اليمني الأمريكي يعمل وأمه في ماليزيا وابنه عالق في مطار وأسرته في جيبوتي، وهل من معاناة أكبر من ذلك؟ نعم أستاذ زيد، لو تحدثنا عن أرقام أعداد اليمنيين الذين عالقين في مطارات أو في بعض الدول وكانوا متجهين إلى أمريكا، هل لديكم إحصائية عن عدد اليمنيين العالقين في هذه المطارات؟ ليس هناك إحصائية رسمية، ولكن سأرد عليك وأقول كما رددت على صحفي أمريكي سألني: هل تعرف أحد المتأثرين من هذا القرار؟ نعم. سألني الصحفي الأمريكي: هل تعرف أحد المتأثرين بهذا القرار؟ فقلت له: الأسهل لي إجابة هل من هم الذي لم يتأثروا في القرار. كل الجالية اليمنية تأثرت، كل الجالية اليمنية تأثرت، وعدد الجالية اليمنية في أمريكا 400,000 حسب الإحصاءات الغير رسمية، وهذه جزء من المشكلة. الجالية اليمنية هنا في أمريكا لديها مشاكل كبيرة جدا، فهي نبذة أو صورة مصغرة للوطن، فغياب القيادة ومشاكل وعلل كثيرة هي التي أسهمت حتى إننا لا نستطيع أن نحصل على إحصائية تقول للعالم كم عددنا، وتلك كانت من أهم الأسباب التي قام نعم. الشباب الذين نظموا للمظاهرة بالدعوة للمظاهرة وإغلاق العالم لكي نخبر العالم نحن هنا موجودين وبأعداد نعم. أكثر بكثير مما يظنون. نعم، هذا التحرك الذي قمتم به زيد للجالية اليمنية في نيويورك وفي بعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية، هل لمستم أي تجاوب من قبل الإدارة الأمريكية؟ هل وجدتم أي وعود خاصة بعد القرارات التي ربما جاءت بها المحكمة بالسماح لمن هم عالقون في المطارات بالدخول؟ مما لا شك فيه أخي بشير أن الولايات المتحدة بلاد أرقام سواء تجاريا أو سياسيا. الولايات إدارة الرئيس ترامب لم تكن لتتراجع إلى الخلف، وقد تراجعت كثير منذ صدور القرارات لولا المظاهرات التي عمت كل أرجاء هذا البلد الرائع، هذا البلد الذي أتينا آلاف الأميال إليه. بالتأكيد المظاهرات اليمنية أضافت إلى الرقم الكلي، وبالتأكيد أضافت إلى المعادلة، وبالتأكيد أسهمت في الضغط أو الضغوط التي مورست وتمارس من قبل السياسيين على الرئيس ترامب. ففي الفعالية التي قمنا بها قبل يومين كان هناك معظم مسؤولي مدينة نيويورك، وعلى رأسهم مأموري أكبر منطقتين في نيويورك وهي منطقة بروكلين ومنطقة منهاتن. وأحب أن أضيف إليك أخي الفاضل إن في البرنامج الذي عدناه لم يكن هناك سوى الإعداد لمسؤولين أمريكيين 2 فقط للتحدث، ولكنهم بعد أن شاهدوا الأعداد الهائلة لليمنيين كل منهم طمع بالحصول على أصوات اليمنية الأمريكية، لأنهم يعلمون أننا نحن هنا ويعلمون أننا أعداد كبيرة ويعمل ويريدون أصواتنا. نعم. لكي كل منهم نعم. يريد أن يبقي على كرسيه. نعم. هكذا أمريكا تعمل. نعم. أستاذ زيد، المزاج العام في الشارع الأمريكي، هل هناك تعاطف كبير أم هي نسبة بسيطة ربما مع يعني ضد قرار ترامب؟ ويعني إذا تحدثنا عن المزاج العام في أمريكا، أي نسبة أكبر المؤيدة لقرار ترامب أم التي تقف ضد ترامب وسياسته الجديدة؟ في أول استطلاع تم أو قامت به شركة CNN بالتعاون مع شركة أخرى، نسبة التأييد للرئيس ترامب 44% فقط، وهي أدنى نسبة لرئيس أمريكي فور دخوله. بالعادة جرت العادة إن الرئيس الأمريكي أول
ما يدخل إلى الرئاسة أو أول ما يدخل إلى البيت الأبيض يكون نسبة التأييد كبيرة جدا. فمعظم الأمريكيين معنا، معظم الأمريكيين كانوا حضروا إلى الفعالية، وعند العودة وجدنا وكما شاهدته وشاهد المشاهدون الكرام الكثير من التعاطف، فمنهم من أتى بالورود، ومنهم من كتب رسائل شكر، ومنهم من عبر وسائل التواصل الاجتماعية، بل إن هناك من قام بإيجاد حملة للتبرع لمن أغلق المحلات من اليمنيين، وقد جمعوا أكثر من 6500 دولار في آخر نعم. مرة. نعم طيب شفنا الرقم. نعم هذه النسبة التي تحدثت عليها. نعم أستاذ زيد، هذه النسبة التي تحدثت عنها وهي التي 44% مساندة لترامب و 56% ضد ترامب، هل أثرت على اتخاذ الخارجية الأمريكية لهذه القرارات؟ بالتأكيد تتأثر، كما قلت لك إن أمريكا لغة بلد أرقام، هم يحسبون ويعلمون، كل واحد من المسؤولين يريد أن يبقي على كرسيه، وعندما هكذا أرقام تأتي إلى أو تطفو إلى السطح، كل منهم يعيد مراجعة موقفه. فأعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي من المحسوبين على الرئيس أو على الحزب الجمهوري، وهو الحزب الذي منه ينتمي أو إليه ينتمي الرئيس ترامب، قد أعلنوا، قد تضامنوا مع الحملات ومع المظاهرات، لأنهم يعلمون أن العدد الأكبر من الشعب الأمريكي معهم. نعم طيب أستاذ زيد تكرم بالبقاء معنا. نشرك معنا في الحديث الأستاذة سمر ناصر، متخصصة في شؤون الهجرة. مساء الخير أستاذة سمر. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ سمر، في البداية هناك من يتحدث على أن الإجراءات التي تمت الآن من قبل ترامب بناء على أسس قانونية، الوضع القانوني لهذه الإجراءات التي قام بها ترامب ضد اليمنيين وأيضا 6 دول أخرى بجانبهم؟ نعم للأسف، وهذه القرار ضد القانون، ضد الدستور أساسا، لأن هي منع دخول لأي إنسان الذي مسلم، فهي يعني قرار لا يشمل الباقين الدول، وعلى أساس أنه هذا القرار لموضوع الإرهاب، واليمن وسوريا والسودان وصوماليا وليبيا وباقية الدول في القرار، ما يعني في التاريخ ما سووش أي شيء بأي موضوع إرهابي في الولايات المتحدة، فهذا القرار يعني زي ما قلت يمنع يعني دخول الذي عنده فيزا طالب سياحة، بيزنس، تجارة، وكمان للأسف الشديد يمنع الذي عندهم فيز أقارب، معاملة أقارب يعني جالسين في جيبوتي، ماليزيا ودول أخرى للأسف. نعم أستاذة سمر، ربما أنت التقيت ببعض الحالات التي شملتهم هذه القرارات والتي منعتهم من دخول أمريكا، حال هؤلاء الناس الذين منعوا من دخول أمريكا عندما التقيت فيهم؟ للأسف تواصلوا معي ناس كثير يمنيين وتكلموا معي إنه في عندهم أهالي، مثلا نسائهم أطفالهم في جيبوتي في ماليزيا عندهم فيز، في منهم أمراض، مثلا في واحد اتصل فيني بناته عنده مرض يعني فشل كلوي، فيها بعض الحالات وللأسف ما قدروش يدخلوا، وفي حالات إنه رفضوهم في مثلا في دول ترانزيت مثلا قطر مثلا الإمارات، فللأسف يعني هذا شيء يأثر الآلاف من اليمنيين. نعم فيما يخص الآن المعارضة التي ظهرت من قبل المحكمة الأمريكية ضد قرار ترامب وأيضا بعض المواقف السياسية من بعض السياسيين الكبار ضد هذه السياسة وقاموا بمساندة من شملهم هذا القرار، كيف يمكن يعني أو من سينتصر، الإدارة الأمريكية أم المحكمة والقضاء في أمريكا لهؤلاء المتضررين؟ الدستور فوق الكل في النهاية، الدستور فوق الرئيس حتى، فأنا أشوف أنه العدالة سينتصر، لأنه في هذه الحالة سبحان الله في ولاية، مش بس ولاية واشنطن، عندك ولاية نيويورك، ولاية بولتيمور، كل المحاكم الفدرالية قامت بقضايا ضد هذه القرار، لأنهم عارفين أنه هذا شيء
مش بحكم انه هذا قانون عادله. فالحمد لله يعني القرار اللي حصل الان فعلا نجح، بس للاسف يعني هي مؤقته. فحكومه ترامب يعني بعد يومين بيضاربوا في المحاكم ضد القاضي هذا. وبس انا اشوف انه العداله بينتصر، وان شاء الله انه هذا الحظر بينتهي باذن الله والعداله سينتصر. نعم. ان شاء الله. المنظمات المجتمع المدني، المنظمات الحقوقيه والانسانيه، كيف يعني تعاملت مع هذه القرارات الجديده؟ وهل هناك مسانده من هذه المنظمات المتواجده في الولايات المتحده مع المتضررين من هذا القرار؟ نعم، المنظمات لها دور كبير صراحة في الولايات المتحدة، بالذات منظمات حقوق الإنسان ومنظمات الذي لحقوق الإنسان والمحاميين. بصراحة هم فعلوا دور كبير جدا من أجل القرار، المحاكم، القرار محكمة واشنطن أمس ونيويورك وبالتيمور. ففي النهاية زي ما قلت لك هذه القرار ليس إنسانية، وصراحة مش بدستورنا على أساس أنه نقول هذه دول ممنوعة أو لأنهم مسلمين. هذا شيء مش حتى عادات الأمريكيين، ولا أنه هذه من يعني في أشياء صراحة لحد الآن نحن مستغربين كيف الرئيس سوى قرار مثل هذا. يعني فالحمد لله زي ما قلت لك العدالة انتصرت أمس، وبإذن الله في قضايا أكثر إن شاء الله بعد كم أيام والأسبوع والشهور القادمة بإذن الله. نعم أستاذ سمر، يعني هل استفاد المتضررين من هذه المنظمات التي تعمل في هذا الشأن وتساند قضاياهم، وأيضا من قرار المحكمة وسمح لبعض العائلات أو بعض العالقين في المطارات الدولية من دخول أمريكا أم لا؟ بالتأكيد هذه القرار يعني صراحة بالذات لليمنيين الذي عندهم فيز جاهزة مصدورة من السفارات. يعني أكثر من حوالي 20 شخص دخل المكتب حقي في نيويورك وحجزنا لهم، والحمد لله مشت أمورهم، ولحد الآن في ناس قد دخلوا اليوم الحمد لله بنجاح وما في أي تأثير. فأنا أنصح أي حد اللي عنده فيز أو فيزا طالب أو حتى للأقارب أنه يحجزوا بأسرع الوقت ويدخلوا ويستغلوا الفرصة قبل ما المحاكم تلعب دور، ويمكن الوضع بتتغير يمكن بعد أسبوع أو بعد كم أيام. نعم، شكرا جزيلا لك سمر ناصر المتخصصة بشؤون الهجرة، كنت معنا من نيويورك. وعودة أيضا إلى نيويورك عبر السكايب مع الأستاذ زيد ناجي المدير التنفيذي للتكتل اليمني الأمريكي. أستاذ زيد، هذه الاحتجاجات التي قمتم بها، ألا تخشون بأن تنعكس سلبا على حقوقكم كيمنيين في الولايات المتحدة الأمريكية؟ الذي سينعكس سلبا هو عدم النهوض. أمريكا بلد أتينا إليه لأنه يكرم ويعطي الناس حقوقهم. أمريكا الذي يجلس فيها لا ينال أي شيء. لسنا خائفين من أن ينعكس سلبيا، بل خوفنا أن تكون هذه هي الخطوة الوحيدة وأن لا يتفاعل أهلنا وناسنا كما تفاعلون. نحن معتادين في اليمن أن يكون، أو نحن من القادمون من اليمن أن نكون لدينا ردة فعل قوية ومن ثم ينخفض صوتنا. نعم. نحن هنا في التكتل اليمني الأمريكي ومعظم ناشطين وحقوقيين الجالية اليمن هنا سنعمل من أجل أن تكون هذه الخطوة تتبعها خطوات عملية، لأن النضال أو من أراد أن ينال حقوقه لابد أن يضحي. نعم. أو نعم. هناك من يقول بأن هناك ربما حيرة في السلطات الأمنية التي في مطارات الولايات المتحدة الأمريكية، يعني محتارين بين أمرين، هل تنفيذ قرارات الرئيس الجديد ترامب أم قرارات المحكمة. إلى هذه اللحظة أي من التوجيهات ربما لا زالت سارية ويعني جارية في مطارات أمريكا التي تستقبل هؤلاء الذين يأتون من الستة دول الذين تم حظر دخولهم إلى الولايات المتحدة؟ الحقيقة أخي الفاضل، كما تكرمت الأخت سمر ناصر وقالت، لا أحد هنا فوق الدستور، وقد سبقها إلى ذلك المدعي العام من ولاية واشنطن الذي رفع الدعوة التي
بموجبها صدر الحكم الأخير الذي سمح لكل العالقين وألغى القرار عمليا مؤقتا. سينفذون القانون، وليس ومن لم ينفذ القانون بما في ذلك الرئيس ترامب سوف يخسر عمله وسوف يكون لديه مشاكل قانونية كبيرة. في أمريكا، أمريكا التي تحكم العالم لم تكن تحكمه لولا أن يكون لديها دستور قوي وعملي. بالحقيقة أثبتت الأحداث أن الدستور الأمريكي والcheck and balances أو النقاط التي فيها حماية الأجهزة من بعضها تعمل بشكل كبير جدا. وكما تكرم أحد الصحفيين وقال إنها لوحة فنية يرسمها الأمريكيين أو يرسمها القضاء الأمريكي. سينفذ القانون. نعم، تواجدكم الكبير الآن بهذه الاحتجاجات الحاصلة في الولايات المتحدة، بقية الدول الأخرى الصومال وأيضا إيران ومصر عفوا سوريا، هل هناك يعني الجاليات التي والعراق التي مقيمة في أمريكا هناك نفس الحماس ونفس الحضور للجالية اليمنية في هذه الاحتجاجات؟ لو كان هناك نفس الحضور أو الذي قامت بها الجالية اليمنية لما رحلنا من بلادنا الأساسية أصلا. القرار هذا اعتمد على هذه البلدان لأنه يعلم شعوبها مسالمة أتت هنا للعمل. وفي الحقيقة الأمر حتى نحن في الجالية اليمنية بعد صدور القرارات شلت حركتنا وزادت مخاوفنا، ولولا أننا رأينا الأمريكان وهم المعنيون الأول بتطبيق القانون، فلولا أن رأيناهم في المطارات وفي كل مكان لما تشجعنا للخروج. هذه حقيقة. من سيحمي القانون الأمريكي هم الأمريكان أنفسهم، نحن منهم، وعلينا نحن في الجالية اليمنية أن نترك تفكير بأننا لازلنا في اليمن. هذه أمريكا، هذا ليس نظام علي عبد الله صالح. كل واحد منا وجب أن يخرج لينال حقوقه. وأمريكا بلد تكرم المناضلين، وكما لقينا الدعم الذي نلناه في حملتنا وكما والتعاطف الكبير الذي حصل دليل كبير على أن أمريكا تكرم الذي يقومون أو الذين يحاربون أو الذين يناضلون من أجل حقوقهم. نعم، الدور الرسمي للجهات الرسمية اليمنية، القنصلية، السفارة اليمنية، مندوب اليمن في الأمم المتحدة، هل هناك أي تحرك لمساندتكم بهذه الاحتجاجات؟ هل هناك نوع من التواصل لعمل حل للعالقين اليمنيين في هذه المطارات ومنعهم من دخول أمريكا؟ في حقيقة الأمر نتمنى أن دور السفارة والجهات الرسمية يكون أفضل، ولكننا نعي الظروف الذي يعملون من خلالها. فمعظمهم يعمل دون رواتب من فترة طويلة، وأكثرهم تحت ضغوط سياسية كبيرة، وحتى القانون الأمريكي لحد ما يحدد دور السفارة. لكن ذلك لا يعني، المرحلة ليست عادية، وكل منا وعلى رأسهم السفير اليمني في واشنطن والسفارة وكل عامل فيها ونحن والمنظمات المجتمع والشخصيات والكتاب والصحفيين، المرحلة ليست عادية، وكل منا لابد أن يرتقي بدوره إلى مستوى التحديات. نعم، إذن أستاذ زيد تكرم بالبقاء معنا. مشاهدينا الكرام، سنذهب الآن لفاصل قصير، وبعد الفاصل نكمل هذا النقاش، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وعودة أيضا إلى نيويورك مع الأستاذ زيد ناجي. أستاذ زيد، القرارات الآن التي طالت اليمنيين وأيضا 6 دول أخرى إلى جوارهم، هل هي مقتصرة فقط على من هم خارج الولايات المتحدة، أم هناك نوع من المضايقات على من يحملون الجرين كارد والزيارات في الولايات المتحدة الأمريكية؟ حاليا القرارات لا تطال الا من هم خارج البلد، ولكن ان مررت ولن تمرر سوف يشمل ستشمل وستكون هناك قرارات اخرى. اذا مرر الباطل او الظلم الذي
تحاول تمريرها الإدارة الجديدة سوف يشمل الجميع، ولذلك وجب التحرك، فلن يقتصر الأمر عند من هم خارج البلد أو أصحاب الجنسيات السبع. كل مغترب في هذا البلد إن لم يخرج ويطالب بحقوقه ويتعاون مع الفئة الكبيرة الذين خرجوا من أجل نصرة الحق ستطاله القرارات، سواء هذه القرارات أو التي ستتلوها. نعم. طيب أستاذ زيد، تكرم بالبقاء معي ونشرك معنا في الحديث أيضا من نيويورك الأستاذ الناشط السياسي إبراهيم القعطبي. مساء الخير أستاذ إبراهيم، وهو قيادي في الجالية اليمنية. مساء الخير أستاذ إبراهيم. مساء النور لك ولمشاهديك الكرام، أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بك أستاذ إبراهيم. كنا نتمنى أن يكون معنا أيضا الجانب الرسمي من السفارة، لكن تواصلنا وللأسف لم يتجاوب معنا أعضاء في السفارة أو السفير لظروفهم لا نعلم ما هي. لكن أستاذ إبراهيم أبدأ معك، ربما كنت في الفترة الماضية وأيضا هذه الأيام تتحدث بأن أي عالق من اليمنيين ويصل إلى مطارات أمريكا أن يتواصل بكم، وهناك محامين يقومون بعمل اللازم من لمن يصلوا إلى هذه المطارات من أجل السماح لهم بالدخول. لكن ما حدث أن تم إرجاع بعض العائلات اليمنية من هذه المطارات، وربما هناك سبع عائلات عادوها إلى أثيوبيا ومثلها إلى جيبوتي، لماذا؟ كما تعرف، أولا عندما أصدر الرئيس ترامب قراره بمنع الهجرة وحظر المسلمين من سبع دول عربية ومسلمة، كان هناك أولا تخبط كبير على مستوى البيت الأبيض. الأنباء كما وردت من كثير من المؤسسات الحكومية وأيضا في القنوات الأخبار الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه عندما اتخذ القرار قرار الحظر كان فقط على مستوى البيت الأبيض، ولم تستشار الوزارات ذات الصلة كوزارة الأمن الوطني ووزارة الخارجية وأيضا وزارة العدل، هي الوزارة المخولة دائما بمراجعة قرارات البيت الأبيض التي هي قانونية وفحصها ما إذا كانت تخالف الدستور الأمريكي والقوانين القائمة. ولكن يبدو أن هناك كما تعرف اليمين المتطرف يسيطر الآن على البيت الأبيض، وهو من أصدر القرار بصورة ارتجالية ويعني عشوائية، وسبب ذلك تخبط في البلاد وفي مؤسسات الحكومة وفي المطارات، مما يعني هناك الأشخاص الذين يعني سلطات الجمارك والمطارات عندما وصلها القرار لا يعرفوا، لم تكن هناك آلية للتنفيذ القرار، فلذلك تم المنع بطريقة مباشرة. كان هناك تخبط، هل نمنع مثلا المواطنين أيضا أصحاب الجنسيات المزدوجة، يعني على سبيل المثال شخص يحمل الجنسية الأمريكية وأيضا اليمنية، هل نمنع أصحاب الإقامة الدائمة وهؤلاء قانونيين لهم حقوق أيضا، حق الحماية في الدستور، وأيضا الذين يحملون الفيز وهي بمثابة يعني الكرت الأخضر أو الإقامة الدائمة، وهؤلاء قانونيين أصلا. نعم. ويحملون حصلوا على التراخيص إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قوانين بشكل رسمية. نعم. وقانوني. نعم. من خلال عوائلهم، فلذلك كان هناك تخبط كبير بين السلطات الأمريكية، وهناك أيضا صراع بين المؤسسات الحكومية بما فيها الأمن الوطني الذي يشرف على المطارات وأيضا وزارة الخارجية، فهناك كان صراعات في داخل الأجنحة داخل الإدارة الأمريكية، وهذا سبب كثير من التخبط وإرجاع بعض من كانوا في المطارات وأيضا من حاولوا الدخول إلى الولايات المتحدة. نعم. عند الإعلان عن القرار. نعم. هذا التخبط سيد إبراهيم الذي تتحدث عن، ألا تعتقد بأنه قد تم حسمه بعد تعليق المحاكم التي قضت ببطلان أو على الأقل تعليق هذا القرار حتى يبت فيه بشكل نهائي؟ هل هو يعني لصالح من هم الآن عالقون؟ ألا يمكن للاستفادة من هذا التعليق بالسماح لهم بالدخول؟ يجب أن نكون واضحين الآن أنه القرار الآن فقط تعلق، لا يعني أنه قد حسم. نعم. الآن كثير من المحامين ومنظمات المجتمع المدني تقول أنه بعل
العالقين أو من لديهم تراخيص بدخول الولايات المتحدة سواء كانت فيزا أو جرين كارت أو غير ذلك والمصرح لهم بالدخول الولايات المتحدة على المسارعة، لأن هناك كانت توجيهات صريحة وواضحة من البيت الأبيض ومن وزارة الأمن الوطني التي تشرف على المطارات وأيضا وزارة الخارجية التي تشرف على يعني منح الفيز وصحتها، يقولون بأن على من لديهم تلك التصاريح والإقامة الدائمة بسرعة التحرك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هناك يعني توجيه واضح بعدم اعتراضهم. لكن يجب أن ندرك تماما أنه البيت الأبيض في نفس الوقت قال أنه ربما يذهب إلى المحكمة لتوقيف ذلك الحكم ويعني استئنافه، فربما يحصل بعض المشاكل من هذه الناحية. لكن هناك حوالي 15 قضية في المحاكم الفيدرالية ضد القرار. هناك الآن قرار من يعني محكمة واشنطن معمم، ولاية واشنطن معمم على كل الولايات المتحدة، وتجاوبت معه سلطات البيت الأبيض وسلطات الحكومة الأمريكية وأنها قالت ستنفذه. لكن في اعتقادي أيضا أن هناك ستصبح عراقيل، يعني هذا لا يعني أن سلطات المطار ستسمح للكثير بالعبور بدون أي أسئلة بدون أي تحقيقات، وبالذات من الدول التي تراها الولايات المتحدة أنها يوجد فيها جماعة إرهابية وأنها يجب التحقق من مواطنيها ومن ضمنهم اليمن واليمنيين. فهذه الأمور لن تمر. ربما يعني هنا سؤال مهم أستاذ إبراهيم. نعم ربما هنا سؤال مهم، سمعة الجالية اليمنية واليمنيين المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية كيف هي وكيف يتعامل الأمريكان مع الجالية اليمنية؟ هل هم يعني حسني السيرة والسلوك، لا توجد هناك أي مشاكل يفتعلها اليمنيون حتى يضعوا في هذه الزاوية ويمنعوا من دخول الولايات المتحدة؟ يعني كما رأيت عندما أصدر القرار خرج الأمريكيون جميع الأمريكيون قبل اليمنيين للتظاهر في المطارات. هناك خرجت المنظمات، خرج المحامين، خرج الناشطين، أملوا المطارات، قاموا بمساعدة من يجب مساعدتهم. هم واقفين بقوة ضد قرارات ترامب ويعرفون تماما أنه لا يستهدف فقط الجالية العربية واليمنية والمسلمة، وإنما يستهدف الأمريكيين ككل ويستهدف النظام والقانون والدستور في الولايات المتحدة الأمريكية. فالجميع يعرف أن المواطن اليمني الأمريكي مواطن يعمل بقوة ويساعد ويقوي الاقتصاد الوطني. على سبيل المثال كثير من الإخوة اليمنيين يعملون في شركة السيارات وشركات فورد في ولاية ميشيغان. اليمنيين في مدينة نيويورك على سبيل المثال في كل ركن في شوارع مدينة نيويورك التي تعتبر العاصمة العالمية يملكون محلات، وهؤلاء المحلات جزء ورافد رسمي من الاقتصاد الذي يدعم ويحرك مدينة نيويورك سيتي أو مدينة نيويورك. نعم. فلذلك هذا مهم جدا. اليمنيين الأمريكيين يعرفون ذلك، أن اليمنيين يعملون بقوة وهم جزء من هذا المجتمع وموجودين منذ حوالي القرن. يعني اليمنيون ليسوا من يأتون بالأمس، وإنما هناك يمنيون ومن ضمنهم أجدادنا من أتوا إلى هنا في أوائل أو مطلع القرن العشرين، فهم جزء من هذا المجتمع وهم يعني يضيفون رافد اقتصادي وعمالي. نعم. ويشاركون في الحياة في المجتمع الأمريكي. نعم. على سبيل المثال عندما خرج اليمنيون أصحاب المحلات في تظاهرة هي الأولى من نوعها للجالية اليمنية رافضين قرار ترامب العنصري، كان الأمريكيون ينظرون إلى ذلك بشكل كبير وعرفوا. وقف معهم رئيس بلدية نيويورك، أعضاء الكونغرس، أعضاء. نعم. المجالس المحلية. أشكرك. الشعب الأمريكي ككل هناك الحب الذي دعم به المجتمع اليمني، اللاصقات التي لصقت على في ابواب المحلات. نعم. التي اغلقت. وضحت هذه الفكره. نعم. الورود، الدعم المالي، فهم يعرفون ان نحن جزء من هذا المجتمع، وايضا يدعمون الحقوق والحريات وهي يعني تخص كل الأمريكيين. أشكرك. قبل الأقليات. أشكرك جزيل الشكر القيادي في الجالية اليمنية الأستاذ إبراهيم القاطبي، كنت معنا من نيويورك. وعودة إلى الأستاذ زيد ناجي رئيس التكتل اليمني الأمريكي. أستاذ زيد، إذن أمام
ربما تعليق هذا القرار، ماذا تنوون غدا وبعد غدا والأيام المقبلة بالنسبة لكم فيما يخص الاحتياجات القائمة حاليا؟ كما أخبرتك سابقا يا عزيزي، الفعالية لم تكن إلا الخطوة الأولى، وستتلوها ستتلوها خطوات أخرى. فيوم غدا بإذن الله الأخ صديقي إبراهيم القعطبي على رأس فريق يعد لفعالية تتوعي وتحاول مساعدة العالقين وذويهم في مدينة بروكلين، وستتبعها خطوات أخرى. الحقيقة أخي الفاضل، في كل أنا من المؤمنين شخصيا بأن في المحن تعتبر منح، وجاليتنا مهملة لفترة طويلة، وهذه التحديات وهذه القرارات الظالمة تعتبر منحة لنا لكي نرتب أنفسنا ونهيئ أنفسنا لنتوازن. نحن في بلاد منتظمة، وللأسف الشديد أحيانا نشأتنا التي نشأناها في بلاد غير منتظمة تؤثر أو تحجمنا، ونحن نريد أن ننتقل إلى الخطوة الأولى إلى الخطوة التالية كجالية. فلذلك من هنا أنا أدعو كل أبناء الجالية اليمنية الأمريكية بأن يستغلوا الفرصة، وكما قال المثل سابقا، رب ضارة نافعة، للتكتل والتوحد والمطالبة في الحقوق. وقبل كل هذا وذاك، ليس فقط لأن الإدارة الأمريكية الجديدة قاسية بل إنها ظالمة، علينا أن نرتب أنفسنا أكثر. نعم نحن مرتبين ولدينا علاقات في شتى مع جيراننا وانتشارنا في المناطق التي نحن منتشرين فيها، والدليل على ذلك هو حجم الدعم والتعاطف الذي وجدناه. لكن المرحلة تتطلب تنظيم أكثر وترتيب أكثر، وإن شاء الله سنعمل. ستتلو هذه عملية لا تنتهي، ذهبت القرارات أم لم تذهب، سنواصل الدرب في النهوض أو في محاولة النهوض وخدمة جاليتنا بإذن الله لكي ننهض بها إلى المكان التي أو الذي يليق باليمني الأمريكي. نعم أستاذ زيد، ربما هذا الجهد الذي تقومون به في الولايات المتحدة، هل فتحتم خطوط تواصل أيضا مع الدول الأخرى التي تضررت من هذا القرار لتشكلوا قوة أكبر ويكون لكم تأثير أقوى بالنسبة أمام القرارات التي أتت بها الإدارة الأمريكية وسياسة ترامب الجديدة؟ نحن في المراحل الأولى للمطالبة في حقوقنا، وتلك من خططنا التواصل مع أي شخص وأي جهة تخدم قضيتنا وقضايانا. نحن لسنا في حاجة لذلك، لأن المنظمات الأمريكية قد قامت بذلك، والكل نهض. ليس الأمر النهوض أو الرفض لهذا القرار ليس من قبل فقط أصحاب الدول أو المنتمين أو القادمين من الدول السبع، إنما من معظم الأمريكيين. فلذلك لم نكن مضطرين، ولكننا بإذن الله سنتعاون مع الجميع، وسنتعاون مع السلطات، وسنتعاون مع المنظمات المدنية، وسنتعاون مع الجميع. التحدي كبير والقضية كبيرة ونحن بإذن الله سنرتقي بأدائنا للتوازي مع المرحلة. نعم أستاذ زيد، هذه القرارات هل يمكن اعتبارها قرارات فردية من الرئيس ترامب، أم ربما هو توجه الحزب الجمهوري بشكل عام؟ القرارات الفردية في أمريكا لا يمكن لها أن ترى النور. هذه القرارات قرارات شريحة كبيرة. الرئيس ترامب لم يصل إلى الحكم عن طريق انقلاب ليفرض رأيه، أتى عن طريق قانون، رشح نفسه بموجب القانون وفاز بموجب القانون، وهذه القرارات أنتجها بموجب القانون. فلذلك هو يستند إلى شريحة كبيرة من المجتمع، علينا أن لا ننسى ذلك. لكنها ليست الأغلبية، وهنا بلد ديمقراطي، الأغلبية تنتصر. وأيضا وهنا يتجلى أهمية الدور، علينا أن نخرج لنطالب بحقوقنا، لأن معظم الناس لا يعرف اليمني. نعم صحيح، المحيطين في المحيطين بنا يعرفوننا وقد سارعوا لخدمتنا، لكن نعم. على الأمريكي أو على كل أمريكا أن تعرف أن اليمني كما تكرم الأخ إبراهيم سابقا وقال يعمل 12 ساعة نعم يساعد
نعم ربما تحدث فيها، نعم تحدث فيها السيد إبراهيم على هذه الجزئية. أستاذ زيد اسمح لي أن نشارك معنا أيضا في الحديث الأستاذة لطيفة علي الناشطة في الجالية اليمنية. مساء الخير أستاذة لطيفة. مساء الخير، بس لو سمحت رفع الصوت شوية، مش الصوت عندي مش واضح. أهلا ومرحبا بك أستاذة لطيفة. ربما قد تحدثنا على الكثير من النقاط مع ضيوفي الأكارم. بالنسبة الآن بعد تعليق القرار من قبل الخارجية الأمريكية وأيضا من قبل المحكمة، هل يمكن الآن لمن هم الآن في دول خارج أمريكا يتجهوا إلى الولايات المتحدة، سيتم التعامل معهم ويتم السماح لهم بالدخول أم لا؟ حسب صدور القرار من وزارة الخارجية هو يعني هذا المعنى تماما، يعني أن كل من ألغيت تأشيرته حسب القرار السابق الصادر قد ألغي والآن سيسمح لهم في الدخول. طبعا للأسف الشديد أنه في ظل الإدارة الجديدة وفي ظل الإرباك الحادث ما بين التناقض ما بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية ممثلة في ترامب أدمينستريشن، نحن نتوقع أي شيء. لذلك من الواجب على جميع سواء الناشطين أو الجالية اليمنية إذا كانت ترعى حقوق العالقين وتذهب إلى بعيدا في الاهتمام بهذه النقطة، أن لا يجعلوا من هذا القرار مصدر الاسترخاء وأن نحن وصلنا إلى ما كنا نصب إليه. لولا الضغوط الشديدة التي تمت، لولا المظاهرات، لولا الضغوط، لولا الرأي العام الأمريكي المستند لهذه المناهض لهذا القرار لما كنا وصلنا إلى هذه ولا كان مرر القرار. نعم. لذلك ندعو جميعا من خلال متابعتنا مع جميع المسؤولين والسياسيين والناشطين والإعلاميين الأمريكان أنه يقول أنه كل من كان لديه فيزا وكان قد ألغيت الآن أنه القرار هذا يسمح لهم بالعودة إلى في أقرب وقت لدخل أمريكا. نعم أستاذ لطيفة، هل تعتقدي بأن هذه الاحتجاجات التي قمتم بها في الولايات المتحدة قد حققت الهدف أم لا زلتم في البداية؟ دعني من خلال هذا المنبر بشير أقول أنه على الرغم من عمر الجالية اليمنية والتحديد الجالية اليمنية في العمل السياسي وفي تشكيل الضغوط عمر قصير جدا، إلا أن هذه القرارات التي صدرت التنظيم كانت بمثابة وكب بول، يعني دفعت اليمنيين من كل الاتجاهات إلى التوحد. كان اليمنيين متشدرمين، كان اليمنيين لا يجتمعون حول المصلحة البنفت لكونهم يمنيين. كانت الانتماءات السياسية الضيقة وكانت أمراضنا التي أتينا بها من مختلف المشارب كانت معنا. الآن أعتقد أن احنا في الخطوة الصحيحة، في الطريق الصحيح. المظاهرة التي خرجت في نيويورك واللي دعا لها التكتل اليمني الأمريكي، والرغم أيضا أن التكتل اليمني الأمريكي عمره قصير في العمل السياسي وفي العمل العام، إلا أنه قام بعمل وبخطوات جبارة جدا، استطاع خلال 4 أيام فقط من الإعداد والحشد الذي رأيته على وسائل التواصل، وكانت اللحظة أيضا مواتية، اللحظة الإعلامية، اللحظة المصير التي تمر فيها أمريكا الآن. نحن في أمام مرحلة فارقة جدا صنعها الرئيس المهووس ترامب، وأعتقد أن هذه القرارات إن لو نظرنا إليها بمنظور أعمق من الأفق اللي على الصفحة ستكون في صالح الجاليات وليست ضدهم. لذلك الخوف الذي منتشر ما بين الجاليات أو حالة الإرباك أعتقد أنها مبالغ فيها، وأعتقد أن أنجزنا لم نكن نصف الطريق، نحن قد احنا في بداية الطريق وأنجزنا الكثير من خلال هذه المظاهرات من خلال الضغوط التي ما نمارسها الآن. نحن الآن في ميتشيغان. نعم. نقوم تقريبا بنفس الخطوات التي قامت بها الجالية في نيويورك. تقريبا إن شاء الله سيكون هناك حشد وهناك تواصلات واسعة مع المسؤولين الأمريكان، سواء بالجفرنر الحاكم الولاية، سواء بالأعضاء الكونغرس، والتعاطف الكبير الذي موجود يأشر أن الرئيس ترامب ذهب بعيدا فيما نعم. كان يسبق إليه، ذهب الرئيس إلى أنه سيقسم أمريكا وإلى أنه سيكون صارما وسيكون. شكرا جزيلا لك. لكن للأسف الشديد هو جمع الجالية العربية والجالية اليمنية بشكل خاص حول نفسها. أشكرك جزيل الشكر الناشطة السياسية الأستاذة لطيفة علي، كنت معنا من نيويورك. وأيضا الشكر أيضا لضيفي عبر السكايب المدير التنفيذي للتكتل اليمني الأمريكي الأستاذ زيد ناجي، والشكر أيضا للأستاذة سمر ناصر متخصصة في شؤون الهجرة، وكذلك الشكر للقيادي في الجالية اليمنية إبراهيم قعطبي، والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحايا
طاقم البرنامج حتى الملتقى بحلقات جديدة من المساء اليمني. أترككم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله.